مرحبا بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي بالاخبار اللي معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع امبارح خطه اصلاح وتطوير شركات قطاع الاعمال العام والاصول التابعه ليها على مستوى الجمهوريه، ووجه سيادته بمواصله جهود تطوير شركات قطاع الاعمال العام بما في ذلك الاستثمار في الطاقه البشريه وتاهيل وتدريب الكوادر المهنيه والفنيه. زي ما احنا عارفين كمان يا بسنت، يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ يومين تحديدا بتقديم كل اوجه الدعم والاغاثه والمساعدات للاشقاء في ليبيا والمغرب، وعشان كده السيد الرئيس امبارح شهد اصطفاف معدات الدعم والاغاثه والمساعدات الانسانيه للاشقاء في ليبيا، وكمان كان في توجيه من سيادته بتجهيز حامله الطائرات المسترال للعمل كمستشفى ميداني، وده لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء وإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين اللي فقدوا ديارهم في يعني أو بسبب الإعصار الأخير. خلونا نعرف تفاصيل أكتر ويعني أخبار أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، واطلع سيادته على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، فضلاً عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصلب. وجه الرئيس بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية. امبارح شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وتقدم سيادته بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم. كما وجه الرئيس السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية وتجهيز حاملة الطائرات المسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء وإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف أثار الإعصار المدمر، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشتمل على كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وده للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف أثار الإعصار المدمر اللي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعدادات بدء المرحلة الثانية، وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية اللي بتوليها الحكومة بمختلف أجهزتها للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً في هذا الصدد ما تستهدفه هذه المبادرة من إحداث نقلة نوعية لملايين الأسر والأفراد من سكان القرى والمناطق الريفية المستهدفة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ 1 مليار دولار. تطرق الاجتماع إلى أنه تم الحصول على الموافقة لإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المسطح اللي بيقام بالتعاون مع شركة عالمية، وأحد أهداف المشروع تعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، وشددت على أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة المتواجدة في حديقة الأسماك، وأنه بيجري حالياً تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة وفقاً لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 شهدت تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها. نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة أخبار المحافظات، والبداية من محافظة الشرقية اللي تم فيها افتتاح 29 مشروع بقطاع الشباب والرياضة. وفي محافظة مطروح تم توفير 40 فرصة عمل للشباب من ذوي الهمم. أما في البحر الأحمر تم ختام دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية في الغردقة، وأما في أسوان تم توزيع شنط المواد الغذائية لعشرين ألف أسرة من المستحقين والأولى برعاية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروع بقطاع الشباب والرياضة في مختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 83 مليون و200 ألف جنيه، وده في إطار الاهتمام بالشباب واكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن. في مطروح أعلنت المحافظة إن مكاتب التشغيل بمديرية العمل تمكنت من توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ40 شاب من ذوي الهمم من اللي تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل ضمن مبادرة مصر بيكم أجمل. في المنيا أعلنت المحافظة إن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة 100 يوم صحة بالمحافظة تحت شعار معاك من أول يوم بلغ 1,798,803 حالة منذ بدء الحملة بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار. في سوهاج أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالإدارات العامة والقطاعات، حيث يتم إجراء المقابلات لـ30 مرشح لشغل وظائف رئيس قطاع التخطيط ومدير عام عامل مياه الشرب والسلامة والصحة المهنية والصرف الصناعي والموارد البشرية والأمن والتفتيش والمراجعة الداخلية. في الجيزة أكدت المحافظة أنه تم الانتهاء من 114 مشروع صيانة شامل للمدارس بتكلفة تصل لـ301 مليون و500 ألف جنيه، وجاري العمل في 11 مشروع صيانة متكاملة أخرى للمدارس بتكلفة تصل لـ46 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي ليصل إجمالي مشروعات الصيانة لـ125 مشروع بتكلفة إجمالية 347 مليون جنيه. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن ختام فعاليات التصفيات التمهيدية لدور الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في مجموعة مدينة الغردقة تحت شعار دور الشوارع والأحياء والساحات الشعبية، واللي بتهدف لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة. في أسوان أعلنت المحافظة أنه تم البدء في توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر المستهدفة بواقع 20 ألف أسرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث يتم اتباع كافة عناصر الشفافية والعدالة لتوزيع شنط المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية. في الأليوبية أكدت مديرية الصحة أنه استفاد من حملة 100 يوم صحة 881,965 مواطن من جميع خدمات مبادرات الصحة العامة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية.